الخبر اللي عدى عن نور سار، واخيرا نزلت اغنية الجديدة اللي شارت بعنوان بزنس. الصراحة الاغنية كلش رهيبة وخرافية. بالنسبة للاشخاص اللي سمعوها يكتبوا لي بالكومنتات شو تقييمكم للاغنية، بالنسبة للاشخاص اللي ما سمعوها فيروحون يسمعوها. ننتقل حاليا لقمر طايم نورمار. الاغلب قاعد يقول انه شار خلل بالانستغرام وانهم ما رجعوا الفولو لبعض وما زالكوا مشاكل ما بينهم. للاسف طبعا هذا الشيء الله يصلح بيناتهم. وبنفس الوقت يا حبايب، قمر طايم نزل شوية ستوريات تقول انه هذا الخلل اللي صار بالانستغرام انه هو ما رجعت الفولو لنورمار. وبنفس الوقت قالت انه هواي كشفت حقيقة وجه من متابعيها انهم يكرهوها ما يحبوها من خلال هذا الخلل اللي صار. اكو راح تكون الستوريات تشوفوها. اليوم صار خلل بالانستغرام بشكل عام او بحسابي ما اعرف. المهم هو خلل، هو اول شيء راح اقولها لانه كل صار تحكي حكي طالع نازل ما ادري شنو، هو خلل. بس صراحه انا فرحت انه صار هذا الخلل بالحساب. تعرفون ليش؟ لانه حرفيا اكو ناس طلعت على حقيقتها، اكو بعض، لا بعض مسوي روحه فانزات ويحبوني، بس صار الخلل قاموا يحكون علي، صرت انا طفله وقاموا يحكون شغلات ما ادري شنو وقاموا يسبوني. تخيلوا. فحابه اقول انه انا احبكم، احب كل متابعيني واحب كل فانزاتي، بس هذا الحكي للبعض. اذا انت تحبوني فلازم تحترمون قراراتي وتشجعوني، او اذا ما عجبتكم لا تشجعوني بس تحترموا قراراتي. مو اذا صار شيء تقعدون تسبوني ما ادري شنو. على مو هو كل حالات الشيء اللي صار خلال الانستغرام وهم زين صار هالشيء الحمد لله. عرفت صدق يحبوني واللي بس حسوا. روح حاليا لعائلة مشيع يا حبايب، القناة اللي بيها 21 مليون متابع. بنتهم يا حبايب اللي اسمها ايمان واخيرا قررت انه هي تتحجب، فان شاء الله الف مبروك، الله يثبتها على الحجاب يا رب. وطبعا باركوا لي بالكومنتات على هالشيء. روح حاليا شيرين بيوتي يا حبايب، وعيد ميلادها في اليوم، هو عيد ميلادها، فكل عام بخير اقبل مليون سنه يا رب. طال المشاهير كلهم اجتمعوا سبع عيد ميلادها من انس شايب وبيسان اسماعيل ونورمار ولانا ولين وغيرهم من المتابعين. بنفس الوقت انس شايب نزل شويه ستوريات، الاغلب لاحظ من خلال نورمار كل فتره قاعد ويا لين، وبعدين انس شايب صار يقول له خروف ونوعا ما نورمار ضايق. طبعا حبايبي اليوم كان عيد ميلاد شيرين، طبعا كل عام بألف خير يا رب. طبعا اليوم كان في اليوم كان في حفله كثير حلوه لشيرين. كل الشغلات اللي صورناها راح تنزل على اليوتيوب اول شيء صح؟ بعد كم يوم؟ كم يوم؟ واهم شيء الهديه انا وبسام راح نجيبها لشيرين راح تكون كثير حلوه. انتم الهدايا بس انا ما بدي هدايا. الله الاحراج. يا الله احراج. طبعا شيرين خلص راح تستقر في دبي، ما راح ترجع للسويد ان شاء الله. وبس زي ما انتم شايفين حديقه الخرفان اليوم سهرانين مع بعض. نعم نعم. قصدي لانا ولونا ونور. هون عندنا جلال وهون مصطفى وهون يوسف وهون ضياء وهون شيرين وهون بسام. وارسلت لي يا حبايب فدلين نزلت هذا التيك توك ويا نورمار. بهذا التيك توك نوعا ما كانت اغنية رومانسية وواضح انهم يحبون بعض. ما ادري صراحة راح تكون من السوريات او بيموتني حلا بعرف من ذنبك، انا حبيتك حق علي، انا ما بدي ولا بوسي عخدي منك ولا بيت وردي، انا بدي اياك. ننتقل حاليا ريدر وياسا يا حبايب، وخيرا رجعوا الفولو لبعض، يعني ماكو مشاكل بيناتهم، فان شاء الله الف مبروك، واكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بالخبر. بوصل حبايبنا وصلت المقطع، فشاركوا بلايكات وبس، شاركوا في هذه المقدمة القصص، احبكم، مع السلامة.